تمام. اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني إياها رسول الله، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وفي رواية أخرى على 7 لغات، فاقرأوا ما تيسر منها. إذا كان رسول الله لم يجي المصري ويقول له: الله جميل يحب الجمال، لا يعترض عليه. ولما جاءه أهل حمير من اليمن وكانوا صائمين، قالوا: ليش صائمين وأنتم مسافرين؟ فقال لهم بلهجة الحمير: ليس من بر صيام في سفر. تماما. فكان رسول الله يقبل هذه الكلمات. سأقرأ لكم تعليق بسيط لمن حقق كتاب اللغات في القرآن. اللغات في القرآن يذكر السورة أو الآية ويذكر أن هذه لغة من؟ من القبائل العربية. هل هذه لغة حمير؟ هل هذه لغة قريش؟ هل هذه من لسان النبط التي وافقت اللسان العربي؟ هل هذه من اللسان العبري التي وافقت اللسان العربي؟ يعني استخدم، ما استخدم الاقتباس، أو مثل ما يقولون أنه ليس فيه لسان العربي، كان يقول وافقت اللسان العربي. فيقول صلاح الدين المنجد الذي حقق هذا الكتاب، يقول: وهكذا نجد أن القرآن قد ضم ألفاظا من معظم القبائل. قلت أن السيوطي يقول 50 لغة ولهجة في القرآن. وهذا الأمر، يقول صلاح الدين المنجد، يومئ إلى غاية سياسية قصد إليها النبي عليه السلام، وهي توحيد العرب وجعل القرآن كتابا تجد فيه كل قبيلة من ألفاظها الخاصة بها، ثم إيجاد لغة واحدة تكون اللغة الرسمية للعرب جميعا، هي تلك اللغة الكاملة التي نجدها في القرآن. إذن هذه الفكرة التي جاء بها رسول الله وكتبت بها لغات القرآن كانت حتى وفاة رسول الله ماشي. بعد وفاة رسول الله حدث الاختلافات، أعيد أو أطلقت عبارة أن القرآن لم يكتب في زمن رسول الله. ليس الآن محل النقاش، لأن السياسة أسهمت فيها في إفساد الاهتمام باللغة العربية. فقرأ الناس بعدة قراءات، جاء للخليفة عثمان بن عفان وقيل له أن الناس اختلفت، كانوا يتقاتلون مع بعضهم مختلفين في القرآن. فقال: إذن لنكتب القرآن بطريقة توحد الناس لا يختلفون عليها، فإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، يعني قريش أفصح العرب. هذه الحادثة، تصور أن القرآن ليس فيه حركات، يعني لام والعين والباء لا نعرف هل هي لعبة، هل هي لعب لعب، هل هي لعبة، هل هي جمع لعبة لعب، فهكذا ما كانت موجودة. فلأن الناس الصحابة يعرفونها فكانوا يقرؤونها بسليقتهم طبيعية، فصار الاختلاف لأنه الحركات ما كانت موجودة، كان يكتب الحرف العربي مثل الحرف العبري، ما في حركة، فأنت لازم تكتشف الحركة بنفسك. ليش قصة التنقيط كمان نقط ما كانوا يستعملوا؟ حتى الآن يعني نفتح الباب كما يقول للحوار. أنا أشكرك، لكن يعني حقك علي وفي التقديم أيضا. العرب كانت غير منقوطة لكنها مفهومة، مش منقوطة ما مفهومة كما يظن البعض أن حرف الحاء يشبه الخاء، لا، ليس ذلك صحيحا. كان له حركة بطريقة معينة لكن أخفيت كلها. يعني عندنا اليوم 5000 مخطوطة، الذياب أحد الباحثين السعوديين 5000 مخطوطة نبطية، لكن ما في مخطوطات عربية، ألغيت كل المخطوطات اللي ما محركة.
وهذا الذي أثار القول أن الخليفة عثمان بن عفان أحرق المصاحف التي لا توافق هذه الكتابة الجديدة. طبعا كتب كتابا جديدا ثارت ثائرة الناس، وأولهم المصريون جاءوا وقالوا لعثمان بن عفان أنت غيرت كتاب الله. هاجت الأمة في ذلك الوقت، ويسميها طه حسين الفتنة الكبرى. من يحب التوسع يعود إلى كتاب الفتنة الكبرى عثمان كتاب الأول وعلي وبنه. مع الأسف يعني فصل طه حسين بسبب هذا الكتاب، وقيل أنه على الشعر الجاهلي، لا هو لأنه تحدث عن موضوع في غاية الحساسية، يعني كأنما يقول أن القرآن محرف والعياذ بالله. كتب القرآن الذي بين يدينا الآن وهو المصحف الجامع، كتب إذن من دون حركات. الخطوة اللاحقة وزع على الأمصار، على اليمن وعلى البصرة وعلى دمشق للشام وعلى الكوفة. ففي الكوفة كان عبد الله بن مسعود كان يقرئهم بمصحفه. تعرفون المصحف اختلافه عن القرآن لغويا أنه نسخة، يعني مثل المحاضرة والطلاب يكتبون، كل واحد يكتب المحاضرة التي سمعها. فمصحف عبد الله بن مسعود كان بين يديه، وكان يعلم الناس في الكوفة القراءة. وكان أيضا عبد الله بن عباس يقرأ الناس في البصرة. فسمع عبد الله بن مسعود هذا الحديث أن الخليفة أوصى زيد بن ثابت بكتابة القرآن، فغضب وبالعامية صار يحكي عليه يعني، فاعتبره الناس أنه هو اللي هيج الأمة على خليفة المسلمين. يعني مهما يكون يجب أن يسود السلام. فذهب واعترض، قال كيف تكلف شخصا عبارته بالدقة؟ قال أنا أحفظ من في رسول الله نيفا 70 سورة وهو في صلب أبيه الكافر. بمعنى أنا أولى أن تكلفني بكتابة المصحف. بقي المصحف كما هو حتى جاء زياد بن أبي، هذه حادثة من أراد التوسع فيها يعود إلى علي الوردي في كتابه أسطورة الأدب الرفيع. زياد بن أبي يعني لاختلافهم في نسبه لم يزوجه العرب، فتزوج مرجان فارسية، فأراد أن يكلف أولاده بأن يعني يكونوا خلفاء من بعده، يكونوا ولاة وأمراء من بعده. فأراد من أن شخص أن يعلمهم اللغة العربية، لأنه كانوا يحكون فارسي، اللي هما زياد بن أبي يعني عبيد الله بن زياد وأخيه. فهنا بدأت الحاجة إلى تحريك الكلمات، تعليم، صار طريقة تعليمية. فهنا تصدى لهذا الأمر أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي هدفه الأساسي لتحريك القرآن يسمونه شكل القرآن، تشكيل الحركات. فكانت هناك نسخة مشكولة بالشكل الصحيح، يعني كافة الفض موجودة. طبعا هناك اختلاف في ما يرفضه الناس، المرحلة الأولى مرحلة رسول الله حتى اختصر، المرحلة الثانية مرحلة عثمان بن عفان وهذه الفتنة التي حدثت والتي قتل بسببها، المرحلة الثالثة مرحلة زياد بن أبي، المرحلة الرابعة هي مرحلة الحجاج بن يوسف الثقفي. جاء الحجاج بن يوسف الثقفي، مع اختلاف مع تشابه الألقاب يعني ناصر الحجاج وحجاج بن يوسف الثقفي، جاء
جاء اخوي يوسف زارني في لبنان، فاوقفوه بالمطار هاي المره الاولى يعني، فقال لهم شنو مشتبهين بي من الحجاج من يوسف الثقفي، انه اسمه يوسف الحجاج. فحجاج يوسف الثقفي جاء وهو يحمل لواء معارضه عبد الله بن مسعود، كان يقول عبد الله بن مسعود راس النفاق، ولو رايت او سمعت احدا يقرأ قراءة عبد الله مسعود طريقة عبد الله مسعود لقطعت عنقه، ولو أن عبد الله مسعود كان حاضرا لقطعت عنقه، ولو وجدت أحدا خط مصحفا على منهج عبد الله مسعود لمحوته ولو بضلع خنزير. فأرسل ثلاثة أشخاص يجمعون المصاحف المخالفة لمصحف عثمان، يسمونه المصحف الإمام، يريد واحد ما يريد اختلافات. طبعا التوحيد هو في جمع المختلفين وليس في إلغاء المختلفين وإبقاء واحد وصناعة البقية نسخة منه، لكن اجتهادات. فبذل جهده، أرسل مجموعة من ثلاثة من ضمنهم علي بن أصمع وهو الجد الأصمعي، يجمعون المصاحف من الناس ويعطونهم 60 درهما مقابل هذه المصاحف. جمعها، والمصحف الذي بين يدينا هو مصحف عثمان بتشكيل أبو الأسود الدؤلي بطريقة الحجاج التي ضبطت بالنحو. طب ما هو النحو؟ النحو هو طريقة لتقعيد اللسان العربي، وبخاصة أن تعرف الكلمة من خلال وضع حركة على آخرها، تعرف معناها وموقعها. فبدل من تقول جاء الرجل، يجب أن تقول جاء همزة، الهمزة بدعة.